أخت سائلة بتقول إن أنا ابني بيعاق ليا رغم إن هو بر بأبوه، وأبوه لا يفقه شيء في التربية. الابن بيتهجم علي في وجود الأب، والأب يكون صامت كأنه بيشجع ابني على كده. سؤال الأخ السائل بقى، هل يجوز، أو الأخت يعني عفوا، بتقول هل يجوز إن أنا أمنعهم الاتنين من ميراثي، الأب والابن؟ لا، ليس من موانع الإرث العقوق. طبعا العقوق من أكبر الكبائر، بس هي لابد تسأل نفسها برضه، ليه الابن رغم ان الاب مش متدين بار بالاب والام لا؟ معنى في اسباب تانية لابد تبحث عنها، بس عشان ايه مش عايز اتهم الاخت معاذ الله، بس انا بقول ان في اسباب. هل لان الاب قوي الشكيمة مع الابن، شديد معاه، والام يعني طيبة زيادة عن اللزوم؟ طب المفروض الاب يكون له دور. طب انا المقابل ده هل يحل لي الحرمان من الارث؟ لا، ليس لها هذا الحق شرعا، لان مانع الارث معروفه شرعا، اختلاف الدين، اختلاف الدار اللي هو دار الحرب، والقتل لو الايه، لو الواحد لا ميراث لقاتل، اللي قتل من قتل مورثه في هذه الحاله لا يرثه، انما ما حصلش الحاجات دي. انما طبعا هذا لا يمنع ان العقوق من أكبر الكبائر التي يحاسب الله عز وجل العبد عليها في الدنيا والآخرة.